الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الإسلام أسس وسنن في المكافأة والجزاء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما تدين تدان، وجزاء سيئة سيئة مثلها. أكرم يكرم أو يكرمك الله، أعطي يعطيك الله، سامح يسامحك الله، تجاوز عن الخلق يتجاوز عنك الخالق سبحانه وتعالى. اترك لله من حقك أو من مالك وسيعوضك الله ويجزيك الجزاء الأوفى. وفي الحديث الشريف: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما مفهوم هذا الحديث الشريف؟ وما فضل السماحة والتجاوز والترك ابتغاء وجه الله تعالى؟ هذا ما سيجيبنا عنه في هذه العجالة، في هذه الحلقة، مع فضيلة الشيخ الداعية الشيخ شقر بن جمعة الشهواني، الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو ناصر، أمسي عليك وأمسي على متابعينك الكرام، وعسى الله يجعلنا وياكم من صوام هذا الشهر ومن قوامه، آمين. ويجعلنا وياكم من المقبولين سبحانه. آمين آمين. حديث جميل: من ترك شيئا لله عوضه الله، يعني الله عوضه خيرا منه. ياريت لو يعني الطوف بنا بهالحديث وتعطينا شرح مبسط. حديث جميل وملقاك جميل جدا، الله يكرمك، جزاك الله خير، وجزاكم الله خير على إتاحة الفرصة في هذا المكان الجميل واللقاء بجمهوركم الكريم. أسأل الله بمنه وكرما يجعلنا وإياكم أو يجمعنا وإياكم في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. لما نتكلم عن هذا الحديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. المؤمن مهما يفكر شيخ في هذه الدنيا، في صغيرها أو كبيرها، في الأمور المادية أو حتى المعنوية، ترى وقات الواحد يتنازل عن شيء بسيط، يمكن صحيح. موقف سيارة، يمكن فرصة عمل، هواش هاي موقف سيارة هي قبائل على قولتهم. تخيل أنت مثلا ناطر موقف ولي واحد يوقف قدامك، تصير هوشة والله. وأنت تقدر تقول يوم طيب، خلينا نفرض أن تقدر تقول لا، تقدر تستعين برجال الأمن، سيارتك أو خلينا نقول منصبك، عمرك، وضعك يسمح أن أنت تكون تزيل هذا الأمر، تأخذ حقك بيدك. نعم. وترى من ترك شيئا لله، في كثير من الأحاديث جات بنفس المعنى واللطافة والجمال، يمكن نعرج وياك عليها، وهو قادر. أنت قادر إيه؟ يعني من ترك مثلا اللباس تواضعا لله وهو قادر، ترك الغضب وهو قادر، كظم غيظه وهو يعني يقدر ياخذ حقه، يعني غصبا لا، واحد مغلوب على امره، واحد مغلوب على امره ما يقدر. صحيح. واحد ضعيف اصلا، واحد قليل حيله، واحد ما عنده بيقول لله، لكن لا لا, لا, لا في واحد يقدر شيخ، لو اراد يستطيع. لكن تركه فعلا لله. نعم فعلا، لان اللي ما ترك اصلا ترك عجزا، حتى لو قال لا والله لله، بس واقع ما يشهد له. بينما انا قادر، انا عندي لباس لكن تركته لله، انا عندي قوه وسطوه وعندي حرس، عندي جاء، عندي منصب، عندي قدره. فيها الانسان ما ينخذ حقه شيخ، الانسان ما شاء الله عليه شجاع قوي. صحيح. صلب شخصيته قويه ما ينكل، لكن تركه لله عز وجل، تركه لضعيف، تركه ليتيم، تركه لمسكين، تركه لمن هو اصغر منه في العمر، تركه لمن هو اقل منه، تواضع لله عز وجل. ترك مجلس علم في غيره أقل منه علم وقاعد يحدث، لكن والله لله قدمه. ترى الدائرة وسيعة أبو ناصر، إن أنك تترك شيء لله أو قاعد تتركه حق ولدك، حق أخوك، حق واحد ضعيف، بس لله عز وجل. لأن سبحان الله أهل الجنة طبيعتهم اللين والرفق والسماحة، يعني مو بتطلع دنيوي، تطلعات أخروية. ولذلك وينسع الله في صدوره من يجاهد نفسه فيها، عقب الله يعقبه سبحان الله لذة. ويقولون حتى من ترك النظر الحرام أعقبه الله راحة وطمأنينة في نفسه. ولا كل إنسان تنازع نفسه ترى يشوف شيء حرام، ينظر نظرة، ممكن يحتال على شخص، يأخذ شيء من أمور الدنيا، لكن تركه لله عوضه الله خيرا منه. خيرا منه، خيرا من في الدنيا ولا في الآخرة؟ يحتمل الاثنين، قد يعوضك الله عز وجل. أنت والله هذا المال تركت لله، تصدقت فيه، فيخلفك الله عز وجل أموال كثيرة. تركت هذه الوظيفة، فلان محتاج وكذا، أنا وأنت نقدم، قلت لا والله أبو ناصر أولى، يعقبك الله وظيفة خيرا منها. تركت هذه السيارة، أنا وأنت نبي نشتري، وقال والله ما في إلا واحد، عليك بالعافية أبو ناصر، الله عطاك إياها لله عز وجل، يعقبك الله عز وجل خيرا منها. إما في أمور الدنيا
وإما من نفس الجنس، يعني بسيارة أخير منها، بوظيفة أحسن منها، بمال أفضل منها، أو يمكن يا أخي الله يعطيك شيء في الدنيا لكنه من نوع آخر، يبارك لك في ذريتك، يعطيك زوجة يا أخي، يعطيك شهادة، يعطيك شيء نعيم أو كرامة من الله عز وجل لكنه أيضا دنيوي، أو قد يكون الأمر الثالث وهو أعظم، أن الله عز وجل لما تركت هذا الأمر لله، لما تركت الذهاب مثلا مع الرفاق والأصحاب برا بوالديك لله عز وجل، تركت الذهاب طلبا للعلم، تركت الذهاب ومكثت في المسجد تستغفر وتقرأ القرآن لله، فقد يعقبك الله عز وجل أمر أخروي، أجر وثواب وشيء من الله عز وجل عظيم فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالأمر ليس بصورة واحدة بل ثلاث صور، فقد يعقبك الله عز وجل شيء من نفس الجنس أو شيء دنيوي آخر أو أمر أخروي. في حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى عفو يحب العفو، يحب العفو، ما معنى هذا الحديث؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم علمه لأمنا عائشة أنها إذا أدركت ليلة القدر أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وطلب العفو من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به على الدوام، يقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وإذا أمسى لم يدع هذه الدعوات الخمس، اللهم إنك عفو، أو اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. الحديث المعروف أو هذه الدعوة التي نقولها في الصباح والمساء فيها لفظ العفو، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي. فمسألة طلب العفو من الله عز وجل يحتاجها الإنسان على الدوام. صحيح. ولما تكون في هذا الحديث أن الله يعفو أي يزيل الأثر، أي يزيل السيئة، لأن ترى أوقات الإنسان يبتلى بذنب، ممتاز، واحد مثلا كذب أو أكل مال حرام أو ارتكب معصية، فممكن مثلا واحد شاف شيء حرام قال استغفر الله العظيم، الله يغفر له، يبقى أثر الذنب هذا. شنو أثر الذنب أبو ناصر؟ شؤم الذنب تجده في حياتك، يعني يطلع على سيارة بنشرة يقول لي هاي بسبت الموقف، يروح يحس أموره مش ماشية، ففي ذنب ترجو من الله عز وجل أن يعفو وأن يصفح عن سبحانه، وأيضا ترجو من الله عز وجل أن يزيل أثر هذا الذنب، أن يتجاوز سبحانه عن شؤم الذنب وأن لا يحاسبك عليه في الآخرة. في أيضا يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث الله لا يحتسب. الله هل هو أكبر. في نفس يعني يقول بعض أهل التفسير أو أهل العلم لو أن العبد اتق الله عز وجل وكادت له السماوات ومن فيهن وكادت له الأرض ومن فيها واتق الله لجعل الله عز وجل له من بينهن فرجا ومخرجا، من قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الله بيجعل لك مخرج لو كل السماء كادت لك والأرض، الله يجعل لك مخرج. تقول لي أنا أسمعك أنا في سجن، تقول لي أنا قاعد أسمعك أنا في مستشفى، تقول لي أنا أسمعك أنا متغرب، تقول لي أنا بعيد عن أهلي أنا مالي حل، أنا أقول لك حل عند رب العالمين، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فإذا اتقيت الله إذا الله كاتب لك فرج يكتب لك، تناله ولو يعني ولو إن ما كنت. يوسف عليه السلام لما كان في السجن من كان يتصور أن يرجع، ما أقول لك يطلع يعني حياة طبيعية، يرجع إلى سدة الحكم ولا بواسطة ولا بمعرفة، برؤية في المنام، تخيل الله يغير حال الأنام برؤية في المنام، كما غير الله عز وجل حال النبي صلى الله عليه وسلم برؤية أني أريد دار هجرتكم،
الأذان كان برؤيا في المنام، البشارة ليعقوب كانت. فقد يغير الله عز وجل ويسر لك الفرج وين ما كنت. العبد شيخ أبو ناصر بالذات في رمضان، أنا قاعد أتكلم في هذه الفترة، كثير من الناس ارتبطوا بالدنيا، يعني حتى يقول لك الصلاة وأجرها الدنيوي، يكلمك الزكاة وأجرها الدنيوي، ترى في أجر أخروي، في مقاييس غير مقاييس الفيزياء والكيمياء وحساب الذرات، في شيء عند الله جل في علاه. وهذا راحة نعم ما أدري شلون ياتك. نعم. طمأنينة ما لها حسبة. الإنسان في السجن ما عنده أكل ما عنده شرب مرتاح، سعيد يا رجل سعيد، مو بيتمثل السعادة، فعلا هو يجد راحة وسعادة. كيف؟ هذه حسبة أخروية شيخ. إنسان يمكن شفنا بعض المقاطع حق أخواننا في غزة، البيوت والأحجار تسقط وتجده يقرأ القرآن ويكمل صلاته. زين هو ما يدري أنه معذور، ما يدري أنه يمكن يموت، لكن هاي شيخ راحة يقذفها الله عز وجل في قلوب عباده، يصطفي الله عز وجل له أناس. ولذلك العبد الموفق هو الذي يجد الراحة والطمأنينة في الطاعة. صحيح. يقرأ القرآن يرتاح، يصلي يرتاح، يعتكف في المسجد يرتاح. ما يقيس الأمور دائما بالحسبة المادية، والله كم عدد الحضور، والله كم يعطون فلوس، والله كم التأثير، والله ما تدري شيخ. أوقات تلقي درس ترى ما يحضر إلا واحد، الله يعطيك راحة، يمكن يحضر ملائكة يا أخي، يمكن يحضر جن، يمكن ما يكون فيه إخلاص إلا في هذا الدرس، فيعقبك الله عز وجل خير ما حسبت حسابه. نعم. شيخنا في موضوع الانتقام شيخنا، يعني الواحد لما واحد يجي مثلا يضر بشيء يلف عليه بالسيارة، عاد هذه تصير عاد الله يهديهم بعضهم، يعني إلا يبي ينتقم من اللي يلف عليه، خلاص يعني الرجال أخطأ، يعني ما في إنسان ممكن يلف عليك يعني متعمد، يعني ليش بيكسر سيارته وكذا، شاب حتى لو صار ما يحسب الحساب. ايه؟ مثل ما أنت تحسبها. ايه؟ أنا مع ربعي أستعرض. ايه؟ شو بنلف عليه، إحنا أخذها على ضحك ويضحك أخذها على ضحك، أنت أخذها موقف ثاني. ففي حديث صراحة يعني عظيم صراحة، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. الله أكبر. يعني شوف حديث هذا يوم القيامة. أي. يدعوه الله عز وجل أمام الخلائق لأنه سوى شيء يا أخي كظم نفسه أمام الناس، ترى يقدر كان يأخذ حقه. نعم. فكرامة له، ومثل ما تفضلت في بداية اللقاء دائما نشوف الجزاء من جنس العمل، عرفت؟ تسوي شيء بالسر تحس مكافأتك بالسر، تحسن يحسن إليك، تستر يسترك الله عز وجل. هذا كظم غيظه، وكان واحد يقول له يا ريال خذ حقك، يا ريال ما عليك منه. الناس عاد يوزونه طبعاً. شوف هاجو سيارته الكاتشرة يلف عليه، شلون يلف عليه؟ اي انت بعدين يا اخي متقاصد اكثر، يدري ان سيارتك جديده والله ولا يدري بك. بعضهم بناصر مو بشذي، موقف يصير منك وانت اليوم مديري، انت ضيف، انت المقدم، تلقى في خاطري هالموقف لين انا اصير المقدم وانت الضيف عشان ارد لك. بعضهم تقول يا اخي مسكين هذا مسكين. شوف من هذا من الناس اللي دائما نظرتهم سوداويه للناس، في سوء ظن، ما يقدر يعني إيه نفسه يعني توزع ويطلع اكيد يقصدني، ما الرجال ما يقصد يعني النفس، الله يقول اماره بالسوء، لكن العاقل ما يتطاوع نفسه. نفسك توزك على الرقاد عن الصلاه. أيه. وتوزك على الدنيا وكذا، العاقل ما مو بنفس الطوع. لا يا اخي النفس مثل الخيل، اذا ما تلجمها بالتقوى شيخ تسرح بك بتضيعك، صحيح تخليك في البر ما تراجعك. فالإنسان العاقل لا يضبط نفسه ويلجمها بالتقوى ويقول لها تعوذي من إبليس وما صار للخير، وبعدين هاي يوم لف علي يمكن أنا مش منتبه، يمكن هو ما يدري شو السالفة، يمكن تكفير حق سيئاتي. لكن مثل ما قلت لك بعضهم حتى أنه يستمر الأمر معاه سنوات، ينطر لين يترقى عشان يردها، ينطر لين بعضهم يصير. يزعل من طرف مثلا أنا اتصلت فيه ما رد علي، او ان انا زرته ما فتح لي الباب، او مثلا ما تدري بظروف الشرف يا اخي، زين اي ظرف تلاقيه خلاص يزعل ويقاطع رفيجه هذا واخوه، ممكن يكون اخوه عشان والله لا هو كان يقصد وهو ما يبي وهو يبي من نعيم اهل الجنه. إيه؟ من نعيم اهل الجنه شي يقول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل، يقولون سبحان الله اللي الله عطاه سلامه الصدر. نعم. في الدنيا فالله عجل نعيم أهل الجنة. وأنت تعرف قصة الرجل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. خلنا نقول القصة هذه بعد الفاصل. إيش رأيك نسمع إن شاء الله الحديث والقصة الجميلة هذه بعد الفاصل من الشيخ شقر الشهواني؟ فاصل ونواصل.
نحب ونواصل حديث الشيخ شقر بن جمعة الشهواني الشائق في موضوع ترك شيء لله وضع الله وخير منه. حديث جميل وودنا نسمع اللي هو يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. إيش قصته شيخ؟ طب يعني شوي ناخذها كذي بحبوها. النبي صلى الله عليه وسلم بشر وايد ناس بالجنة. العشر المبشرين بالجنة بشر بعض أصحابه حتى من غير العشرة. صحيح. بعضهم لأفعال سووها، بعضهم لموقف اتخذه. ترى الدنيا شي شيخ أبو ناصر، فرص، في فرصة ترى هي تقول نجاتك. علي بن أبي طالب سئل قال ثلاث أخفاهن الله في ثلاث: أخفى رضاه في طاعته ما تدري أي عمل يقبل منك، وأخفى سخطه في معصيته ما تدري أي ذنب الله يحاسبك عليه. فوقات الواحد ترى يتنبه في مواسم الخيرات أنه يستغلها. نعم. يسارع. هاي الرجل تعرف قصته. نعم. اللي لما دخل قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة مرة مرتين وثلاث. فابن عمر لما راح بات عنده ما لقى عنده شيء زيادة من الصلاة والقيام، يعني حالة حال الناس. فقال له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنك كذا كذا. قال والله ما في شيء، لا نزلت ولا قصرت، يعني هاي وضعي الطبيعي، لا أنا اللي أحسن ولا أنا أقل. فقال بس وهو رايح قال ترى يعني ما كان أصلا في إخلاف بينه وبينه، قال له لكني ما أحط راسي على الوسادة وفي خاطري شيء على الناس، وهذه مو بكل اللي نقدر عليها مسامح. اللي يحتك بالناس بالذات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير. لما تخالط إيه طبيعي، واحد بيقاطعك، واحد يتجاهلك، واحد بيناديك أي واحد بير ردائك. النبي صلى الله عليه وسلم جذب من ردائه والعربي قال يا محمد. صحيح. فشنو ان انت لما ينادونك او قاعد يقصرون وياك ولا ياخذون على ما قلت يلف عليك، طبيعي شيخ. صحيح. طيب من ترك شيئا لله، يعني الترك يكون لله. نعم. مش لاي غرض اخر، انه والله علشان ناطر منه هو منفعه او شيء معين، ممكن خايف منه، خايف منه او يعني يقرب حق فلان. ايوه مثلا، او ممكن انا او انا بيصير لي جاه. ابن الجوزي في كتابة تلبيس إبليس يقول كان بعضهم يتعبد في الجبل ولا ينزل حق الناس، يوم قالوا له كذا نعيش معنه، فقال شوف هاي أربع حبات فول بكم ما بيعها، لأن أنا فلان أنت روح بيع أربع حبات فول من بيشتري منك، أنا يتهاوشون عشان يشتروها من عندي. فوقات ترى المشيخة أو الدين العلم، أنا دارس دكتوراه أستاذ دكتور في الفقه والعقيدة والاقتصاد، بس عشان ينادوني دكتور استاذ دكتور. لا تقول لي دكتور لو اسمه ناصر استاذ دكتور. انت باقي لك كم على الدكتور خبر ماجستير الحين كنا عندي ماجستير ماجستير عندك. لكن انا اقصد الدنيا شيخ تفتن الواحد، يتطلع الى ليش ما يقدموني، ليش انا اقرا شهاده فتره وتجي ساعات واحد يقولها بعد تطلع من نفسه انا صوتي احسن ليش تقدم انت. انا لا اتركها لله يا اخي، قدمه هو لله يا ريال. ساعات واحد يرقونه ليش رقوه ما رقوني انا يا والله شوف انا الله اكرمني سبحانه الله اكرمني، وهذا من فضل الله على العبد، ان لما تبتدي تدرس يدرسونك مشايخ فيهم خلق، يعني ترى الشيخ اللي يربيك يدرسك فقه عقيده صح علوم، بس انت تاخذ من خلقه وسمته. صحيح. والله نذكر الشيخ كان هو ينادينا مشايخ، وكان يقول انا حتى الكرسي ما اطلبه، كرسي مثلا هو موظف في وزاره كرسي خربان يقدر يطلب كرسي، يقول ما لا تطلب شيء، يقول لا تطلب شيء من الناس، وهذا ايضا بيع بايع الصحابه. نعم. ان لا نسال لا نسال الناس شيئا. ابو بكر كان يسقط منه الصوت ينزل بروحه وياخذه، زين عطني. في ناس عندهم يا اخي عفاف وعندهم رقه ويعني التعلق بالله، ما نسال الناس. صحيح. ما احط نفسي في موقف اسال ويردوني او اسال ويمنون علي وكذا، لذلك يتردد ان يطلب. اي تلقى تقول شيخ خذوا حقك، يعني يقول لا ما يبي سبحان الله. وهذا من قمه العفاف، وهذا الزهد الحقيقي. نعم. مو تمثيل واصطناع وكذا. من 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 اعظم اشكال الترك شيخنا انظار المعسر، لما انت هاي الفلوس ترى لها في النفس مكانه، يعني نعم اذا انت مثلا سامحت بخلق يعني بطيب خلق منك انت شيء، واذا انت سامحته بان انت خسرت مبلغ يعني اعتبرت بالالاف. انظار انك تنظره هذا يجب عليك. المعسر يجب، ما تصير ما عنده شو تسوي فيه، تذبحه، لكن تقدر تسقط عنه هذا اللي هي من دون ما بعضهم يطلع. بعضهم يقول لك خلاص يا اخي عفوت عنك، عفوت يعني ما ابغيك لا بكره ولا بكره، خلاص الله طابت النفس منه لله عز وجل، ما نقدر يطالبك فيه،
يقدر يقول لك متى ما ياكل عليك يطلعك من البيت اذا انت كنت مثلا مأجر على بيت ولا شقه. بعضهم يا اخي عنده سماحة نفس يقول هاي المال يا اخي مال الله، الله اعطانا اياه اليوم وبكره ياخذه. غير اللي يقول لك هاي فلوسي، هاي شقاي، هاي تعب دنياي، واحد يقول لك هذا مال الله. هاي يا ريال الله هي دوره بين العباد. اللي يتعامل مع الدنيا بهالطريقه ان الصحه والمال والجاه والواسطه والشفاعه والامور اللي عندي ترى الله اعطاني اياها واعطاها غيري وبتدور، غير اللي يقول لك لا يا ريال هاي تعب جدي وهاي احنا وارثينه وهذا مالنا، فتجد نفسه شحيحه به. بعضهم طيب نفسه الطيب ببذل اصلا ما الطيب نفسه وهو عنده. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما تطيب نفسه يبات وفي البيت فيه في مال او ما عنده. يعني في هني من الاثار الوارده كفى بالمرء من الشح ان يعني يقول اخذ حقي لا اترك منهم شيء. بعضهم لا الا حقي وليش وليش اخوانك يقول هذا الاخوان الدريول مثلا طاف يعني اوكي الرادار صادها الرادار لا الا يدفع انزين يعني اخطا الا لازم سنين عنده نص سنين عنده اي والله بعضهم يا اخي صعب ان بعضهم يكون عنده ذكاء تقول عطل المؤسسة الخيرية يقول لا يا أخي يأخذون منها إنزين عطلنا لا يا أخي هاي عنده راتب. ترى بعضهم بناصر كيف نفسه على الفقر يعني هو قادر يعيش على هالظروف مو بلأنه هو في ساعة ولا مغتني. بعدين المؤسسة الخيرية أنا ما افتحها قلت وين نودي فلوسنا إنزين وين اشتغل وقت الفراغ. قلت يا أخي هاي الشغلة يبي لحد يتفرغ له وين تفرغ له لازم له مدخول منه لازم يعيش. فبعض الناس عسر ولذلك يقولون الغنى ما يكون عيب إلا في حالة واحدة. متى يكون الغنى عيب؟ إذا كان موتك سبب غنى الناس حولك. يعني أنت ماسك الفلوس وحارم الناس ليمت أورثوك واستغنوا. لا يا أخي متع الناس في حياتك خلي يقولون الله يجزاه خير الله يكرمه وأكرم الناس الله يكرمك ابذل الله بيخلف عليك. والمال شيخ ابن القيم ذكر أنه من الأدوية من الأدوية المال. المال إذا عطيت الناس الله يعافيهم من الهم ومن المرض. ابذل هذا المال ترى أجمل ما فيه حينما يبذل صحيح. وأنت ملك للمال طول ما أنت تبذله ولا إذا أنت تخزنه أنت صاير عبد عنده تحرسه وتداريه وترعيه. أيضا يعني في الانظار المعسر شيخنا في يعني من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين. فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. نعم يصير بدال الأجر أجرين. أجرين. إيه ولذلك الدين أنت شرعا أنت يسمونه من عقود الإحسان مش المعاوضة. أنا وأنت بيع وشراء عقد معاوضة. إيجارة عقد معاوضة يعني في سلع. أما عقد الإحسان هبة عطتك هاي هدية. عقد إحسان ما انتظر شيء من وراك. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وجبت محبتي وحبة راسي للمتهادين في أنا هادي بناصر هدية هو ما يقدر يردها ولا أنا أنطره يردها ولا أنا متوقع يردها بس لله عز وجل. كل سنة أعطي هذه الهدية لله عز وجل. يا أخي أنا زوره هو قد ولا مرة ياني الخور. هذه لله عز وجل. أنا ما بزورك عشان لبعضهم يزورك عشان تزوره يهديك عشان تهدي. لا لا هي لله عز وجل لك محبة من الله عز وجل. المتحابون في الله في يوم القيامة على منابر من لؤلؤ ومن زبرجد ومن نور يحسدهم عليها الأنبياء والصديقون. هذه للمتحابين في الله للمتزاورين في الله. اثنين في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله منهم اثنان تحابا في الله وافترق عليه. ترى رمضان فرصة. شوف بناصر يتينا الصلاة تعطينا إيمانيات جرع بسيطة فبعضهم ما تكفيها الجرعة فيجيك رمضان كورس كامل شهر. بعضهم ما ينفع مع الكورس كأنه يحتاج بعثة برا فيروح الحج يروح العمرة تركت البلد وغيرت كل شيء. هذه فرص أن أنت نفسك تنظف يا أخي نفسك تتقرب من الله يا أخي. لأن متى أنت متعلق بالدنيا تحاسب على الدنيا. نفس المؤمن هينة رفيقة رقيقة. المؤمن الأصل فيه ترى كل المكفرات حتى يمشي على الدنيا وليس عليه خطيئة. زي شلون بتصيدك هذه ابتلاء هني فلان يغلط عليك هني مرض هني مشكلة هني هذه كلها عساس تمشي على الأرض ما عليك سيئة واحدة يا أخي. نعم. لا تنظر شمعنا فلان وشمعنا فلان وآني قال لي كله كفارة يا أخي كله رفع لي درجاتك. في أمور شيخنا يعني في نقطة جميلة لو يعني واحد يحطها في البال. نعم. لو أنت يعني تقارن متعة الدنيا بمتعة الآخر متعة الآخرة ما في مقارنة. صحيح. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني أنت لما
لما تتعفف عن مال حرام يعني تشوف الله يعوضك في الجنة أجور يعني مثل ما تقول نعيم لا يقدر لا تقدر بأموال الدنيا كلها يعني مين. لو أنت عفيت نفسك في أن تنظر للحرام الله يعوضك خير في الجنة. إيه المسألة لو أنت يعني دائما حطيت نصب عينك الآخرة وما عده الله لك في صبرك وفي في أنك تركتها لله ترى حتى لو حقك. نعم. بعضهم مشكلة على ورث إخوان وخوات وكذا والنزاع على 100,000 ولا 50 ولا شقة ولا بيت قال يبقى النصيبي متنازل عنه بعد سنة سنتين ثلاث صارت مشكلة حق من يرجعون اللي تنازل لأن هاي نفسه طيبة بالمال زين اللي كان يحاسب بالريال هو الكبير هو الأستاذ هو الدكتور هو يا حبيبي أنت ما تنازلت العبرة مش بالعلم العبرة دائما بالعمل. النبي صلى الله عليه وسلم خيره رب العزة والجلال بين أن يكون ملكا رسولا أو أن يكون عبدا رسولا فاختار عبدا رسولا. عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم تنام على الحصير يا رسول الله. وعمر بن عبد العزيز يقول تاقت نفسي للأمارة تاقت نفسي للأمارة صار أمير المدينة ثم يقول تاقت نفسي للخلافة فصار خليفة المسلمين أمير المؤمنين ثم يقول تاقت نفسي للجنة. لما تاقت نفسي للجنة عرضوا عليه ثوب بأربع دراهم قال والله زين بس غالي. يوم هو أمير جابوا له ثوب بأربعمائة درهم اعجبه بس قال رخيص. وهذا الشباب البنات الصغار في سن الجامعة الثانوي قد يتطلع إلى الدنيا يشوفها كبيرة هو طبيعته تشوف يمكن العيال الحين في الثانوي الجامعة يشوف أنه صار مرشح ولا صار دكتور ولا بعثة في البترول يشوفها كبيرة يشوف أن هاي شيء وايد كبير. ليه كبر واستقر يشوف لا أن في أشياء أكبر أسرة وعيال واستقرار بعد مع الوقت لا يعرف أن الدار الآخرة أعظم وأن نعيمها أبقى وأدوم. والله عز وجل يقول وأن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال الله عز وجل وما عند الله خير وأبقى. فأوقات الواحد يحتاج تجارب أو يحتاج سنوات أو يحتاج خبرات تبصرة. أنا من كم يوم كنت جالس مع بعض الشباب ابتلي بإدمان ما إدمان وانحرافات سلوكية قلت بشوفه قبل أدخل الشيخ عبد الرشيد يصلي القيام من هالأيام قلت بشوف حاله. قال للرجل إنسان ثاني يا أخي تبدل سلوكه وشكله وخلقه ودينه. قلت له فلان شلون كذي أنت؟ قلت له أنت كنت أقعد وياك أقول يعني مجرد بس أداء واجب شنو هالنقلة النوعية في حياتك؟ قال أنا أخوي توفي في حادث ولا يخفى عليك أن الوفاة أمر محزن وأن الإنسان يفقد أيضا أمر محزن وبحادث بعد أمر مفجع ومؤلم. لكن كما قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وكانت وفاة أخوه سبب لنقلة نوعية كبيرة في حياته. فأوقات أنت المقادير الدنيا والأقدار تصير فيك بطريقة يمكن ما تعجبك. من فينا كان يحب يفقد أحد الأحباب؟ ما حد. من فينا يبي يخسر فلوس؟ ما حد. من فينا يبي يبتلى بمرض؟ ما في حد. لكن تكون هذه الابتلاءات سبب لرفع درجاتك لعلو همتك لارتقاء إيمانك تكتب لك درجات أنت ما تبلغها بأعمالك فيبتليك الله عز وجل حتى ترفع لهذه الدرجات. وكل ما كان الإنسان الدار الآخرة حاضرة قدام عينه يعني يتعامل تحس أنه يشوف الجنة يخاف من النار تحس أنه يشوف النار كل ما كان مطمئن ومرتاح. وهان عليه ما تفضلت أن يترك شيء لله. كل ما غاب على الإنسان الدار الآخرة ما يقدر. شوف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تركوا مكة فأعقبهم الله عز وجل الفتوح. شوف سليمان عليه السلام ترك الخيل التي أشغلته عن صلاة العصر فأعطاه الله عز وجل الريح. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كم ترك من أمور وكيف الله أكرمه بأمور عظيمة كثيرة. يعني لو تكلمنا عن رحلة الإسراء والمعراج والمعجزات وفضل الله ومقامه عند ربه جل وعلا هذه كلها تركها لله وعقبه الله عز وجل خير. طبعا ترك المحرمات شيخنا يعني أكيد في لها أثر في الدنيا والآخرة 100%. فما هو هذا الأثر؟ من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه فيه هو الترك الواجب اللي هو ترك الحرام هذا يجب أن تتركه. طيب ويعقب الله عز وجل المؤمن أنه ما يشعر بتأنيب الضمير. إحنا كم واحد نشوف الشيخ عمره في الثلاثين والأربعين أو الخمسين يقول يا أخي والله ندمان على كذا وكذا
أن ندمان على سنوات ضاعت، ندمان على فلوس راحت، إنزين اللي تركها لله لما يوصل 20 و30 أو 40 ما عنده هذا الشعور، يا أخي ما أدري والله الله بيسامحني. أنت تعرف ترى الذنوب مثل المطعم، تاكل تاكل في الأخير قبل تطلع شو بتسوي؟ تدفع. اللي كل وجبة واحدة بيدفع وجبة، طيب اللي كل وجبات كثيرة، فالعاقل يترك هذه الأشياء وبيخلف الله عز وجل خير وراحة وطمأنينة وبيعقب من الخيرات. يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيبة، فبتكون عندك حياة طيبة إذا تركت كل شيء لله. لله طبعا، والله يعوضك خير فوق ما تتصور، فوق ما تتصور، فوق ما تتصور. الله لا يعجز شيء، والله كريم ورحيم ولطيف سبحانه وغفور وشكور. وحثنا على هذا الأمر في الحديث مثل ما تفضل، إن الله إن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. الله يحثنا على العفو، يحثنا على الكرم. في الحديث الذي يروى بالأولية الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا ترحموا، اكرموا تكرموا، استروا تستروا، فعامل بما تحب أن الله يعاملك به. نعم، جزاك الله خير. الله يكرمك فضيلة الشيخ شقر جمعة الشهواني الداعي بوزارة الثقافة والشؤون الإسلامية على هذه الوصايا وهذا الموضوع المهم، والله يجعله في ميزان حسناتك. الله يتقبل منه ومنك. إذن أيها المشاهد الكريم، لا تستقصي وتتابع الناس كي يسترك رب الناس، تجاوز وسامح ولا تنتقم ليتجاوز الله في موقف تحتاج فيه العفو. استعف، يعني استعف حتى يعفك الله، استعف عن الحرام والمال الحرام يعفك الله تعالى، يجعلك تحت ظل عرشه، دع التعالي والكبر يرفع الله مقامك ويرفع ذكرك، اكظم غيظك ترضي ربك وتنل أجرك، اترك من حقك وسيعوضك الله يعني ويجزيك الجزاء الأوفى. وفي الختام، كفى بالمرء من الشح أن يقول آخذ حقي لا أترك منه شيئا، اعفو يعفى عنك، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في الدنيا وفي الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله.